محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم هذه المناسبة العظيمة، عيد الله الأكبر. هذه المناسبة التي تجذر فينا وتؤصل فينا عمق الارتباط بخط أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. قد نحتفل بعيد أو بأي مناسبة من المناسبات الدينية، وبلا شك لها دلالتها وأثرها الكبير في نفوسنا، وهو أمر واجب علينا أن نقف عنده ولا نستصغر أي مناسبة من مناسبات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. من خلال هذه المناسبات نتعبأ ونتزود بفكر وأخلاق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. عيد الغدير له وقع خاص في نفوسنا ومشاعرنا وفكرنا، وعمق الارتباط بهذه المناسبة والتي هي في الحقيقة إعلان قيادة إعلان القيادة الإلهية والمرجعية لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. من خلال هذه المناسبة تم تنصيب أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام وصيا ووليا على هذه الأمة، فمناسبة الغدير هي تأصيل وارتباط بخط علي بن أبي طالب وبأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. فعندما نقف عند هذه الشخصية نستذكر ما ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في حق علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، وكيف أن النبي الأكرم كان يمهد ويهيئ الأمة إلى هذا اليوم. لعلمه أن هذه الأمة لا زالت تحتاج إلى يقظة ووعي كبير لأن تدرك
هذا الخط المبارك المتصل بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي يتصل بالله سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي في كل موقع، في كل مناسبة، يؤكد على شخصية علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. ولو فتشنا في كل المصادر لن نجد كما كبيرا ورد في حقه عن النبي الأكرم كما ورد في حق علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. لذلك هذه مناسبة تجذر فينا عمق الارتباط بخط علي بن أبي طالب، والذي هو خط السماء. وإعلان هذا اليوم تنصيبا لأمير المؤمنين هو إعلان لتنصيب الأئمة الأطهار من سلالة علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذلك ما ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في حق علي، وهو يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها. وهو الذي قال في حقه: علي مع القرآن والقرآن مع علي. وهو الذي قال في حقه: علي مع الحق والحق مع علي. وهو الذي قال في حقه: علي مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وهو الذي قال في حقه: علي مني بمنزلة الرأس من الجسد. وهو الذي قال في حقه: أقضاكم علي. كل ذلك إشارة واستشعارا من النبي الأكرم إلى عظمة هذه الشخصية، شخصية علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. لذلك تجد الرسول كان يؤصل هذا البعد في الأمة الإسلامية، وأن علي لا ينفك عن النبوة، عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن في عقيدتنا أن الإمامة والنبوة ولدتا معا، ولكن الإمامة تأخر الإعلان عنها لكي تتهيأ هذه الأمة روحيا وفكريا، وأن تستقبل هذا الإعلان في هذا اليوم من الرسول الأكرم ولا تخرج عليه. وحتى لا يقال بأن النبي كان يحابي ابن عمه علي بن أبي طالب، وأن النبي قدم عليا لقرابته من ولموقعية علي من، فقد قدم عليا وصيا بعد. أراد يشير إلى هذا العمق وهذا البعد في حركة علي بن أبي طالب، أنها ليست في أبعادها الشخصية والنفسية والعاطفية، وإنما هو تنصيب من الله سبحانه وتعالى. لذلك كان
يريد أن يهيئ الأمة لهذا اليوم اختار الله سبحانه وتعالى بعد خروج النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من حجة الوداع، والتي كان معه ما يربو على 100,000 جاءوا ليحجوا بحج الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. عندما خرج من حجة الوداع قدم إلى منطقة يقال لها غدير حم، عندها نزل الوحي على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه أن يبلغ هذا الأمر العظيم لهذه الأمة، وأن يصدح بهذا الأمر الكبير، وأن لا يكون على خوف ولا وجل، وإنما تحوطه عناية الله وتسديد من الله سبحانه وتعالى في إعلان هذا الأمر. يا ترى ما هو هذا الأمر الكبير؟ هل هو إعلان الدين؟ هل هو إعلان إتمام الدين؟ وذلك قد تم وأعلن من أول يوم البعثة. كان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يعلن للمسلمين كلما نزل عليه الوحي، فهو في مقام المربي والموجه والمعلم والقائد المرسل من الله سبحانه وتعالى، وكان المسلمون على علم ودراية بذلك، حيث كانوا يرجعون إليه في كل أمورهم في صغيرها وكبيرها لما يمثله من امتداد لله سبحانه وتعالى، وناطق بالوحي. فهكذا كان الرسول الأكرم. فهل يا ترى يكون ما يبلغه للمسلمين هو إتمام الدين؟ فذلك تحصيل حاصل، فالدين قد تم وأبلغ عنه، ولكن هناك أمر كبير وعظيم وركن وأساس في كمال وتمام الدين. ولذلك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. على تمامه وعلى كماله إلا أن هناك أمر آخر يتوجب عليك يا رسول الله أن تبلغه للمسلمين، والله يعصمك من الناس. لا تكن على وجه، الله سبحانه وتعالى تحوطه عنايته وتسديده ولطفه بك، فلا تكن على وجه ولا تكن على خوف. فالتسديد من الله سبحانه وتعالى، ولو فتشنا لا نجد فيما يعطي النبي حصانة ومنعة من ذلك في كل مجريات حياته. وهو الذي كان يواجه اليهود، والذين هم أشد عداوة للناس وللمسلمين، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يخاطبه والله يعصمك من الناس. وهو الذي كان يواجه قريش
وكلكم تعلمون ما كانت قريش تفعل بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أنه قال: ما أوذي نبي مثلما أوذيت. على عظم هذه الأذية كسرت رباعيته، كانوا يرمون القمامة أمامه وعليه، ووسموه بأصناف، قالوا عنه مجنون، قالوا عنه ساحر، ولكن نجد في هذا الموقع وفي هذه المناسبة الله سبحانه وتعالى يخاطب نبي: والله يعصمك من الناس، لا تكن على وجل ولا تكن على خوف، وأبلغ وأصدح بهذا الأمر. لذلك عندما وصل إلى هذه المنطقة وكانت جموع المسلمين معه، وفي ذلك اليوم حيث حرارة الشمس اللاهبة، حيث أن كان البعض يلتحف بلباسه وبثيابه لشدة الحرارة، وإذا به يقف خاطبا في المسلمين وهو يقول: قد دعيت ويوشك أن أجيب. بدأ هذه الخطبة بتوديع أنني راحل عنكم بنبرة المودع، وأرسل هذه الكلمات: وقد حان مني خفوق من بين أظهركم. استغرب المسلمون، ما يود أن يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في هذا اليوم ونحن نقف في حرارة الشمس، وإذا به يوجه لهم هذه الأسئلة: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. وإذا به يأخذ يد علي بن أبي طالب حتى بان بياض إبطي، وهو يقول: ألا ومن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصر، واخذل من خذل، وأدر الحق معه. هذا إعلان للمسلمين بالقيادة وبالمرجعية بعد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ما كان من المسلمين إلا أن يأتوا لعلي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام: بخ بخ لك يا علي، فقد أصبحت مولاي ومولى كل مسلم ومسلمة. مبايعة واضحة أمام الملأ لعلي بن أبي طالب، لكن سرعان ما انقلبوا، وهذا ما عبر عنه القرآن: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وهذا ما حصل من انقلاب على القيادة الإلهية الشرعية المنصبة من قبل الرسول الأعظم، وهي التي أمر بها الله سبحانه وتعالى. وبعد تمام هذا الأمر نزل الوحي: اليوم أكملت لكم. هذه مناسبة عظيمة أيها الأحبة، أن نقف مع حادثة الغدير لننهل منها عبق الارتباط بخط أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
وأن لا تكون هذه الحالة وهذه المناسبة أن تمر مرور الكرام وتحيا إحياء باهتا لا يرتقي إلى مستوى هذه المناسبة وعمق الارتباط بهذه المناسبة وما نحن فيه من نعم. وأتممت عليكم نعمتي هي نعمة الولاية أن نكون من أتباع مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فهذه أكبر نعمة ننعم فيها. فوفاء لهذه المناسبة علينا أن نعطيها الحضور الكبير في واقعنا وأن نظهرها بمظهر يليق بحجمها، لا أن تحيا إحياء باهتا يفتقر إلى كل أبعادها الفكرية والعقائدية والروحية والسلوكية والاجتماعية. هكذا تتحرك الغدير في واقعنا عندما نجد ارتباطا وثيقا ومعرفة كبيرة بأهل البيت، نستشعر أن ذلك بفضل الغدير ومناسبات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أيها الأحبة، بتنا اليوم نشاهد جيلا ينتمي لمدرسة أهل البيت اسما ويباينهم فكرا وروحا وسلوكا وأخلاقا. ما قيمة ذلك؟ أن ننتسب إلى مدرسة أهل البيت ولكن لا نحمل فكرهم ولا نطبق ما جاء به من تعاليم ومن قيم ومن أخلاق. إذن فلنراجع أنفسنا أيها الأحبة، ولنراجع هذه المناسبات وما تركته من أثر إيجابي كبير في نفوسنا وفي مجتمعنا وفي أسرنا، عندما نجد الآثار الإيجابية على أنفسنا وعلى مجتمعنا وعلى أسرنا، نستشعر أن الغدير تحرك في كل مفاصل الحياة وفي كل الأبعاد. الغدير ليس اليوم أن يحتفل به وينتهي، الغدير باق إلى يوم القيامة. في كل يوم يتحرك معك الغدير، في كل موقع يتحرك معك الغدير، وما تدفعه الآن من ضريبة ما ذلك إلا لهذا اليوم، يوم الغدير. وما هذا التشدد وما هذا التعنت من الحمقى ومن أعدائكم إلا بغضا لهذا اليوم وإلغاء لهذا اليوم. فنحن علينا أيها الأحبة أن لا تقف مناسبة الغدير على إحياء بسيط ثم بعد ذلك تغيب. نريد للغدير أن يتحرك في وعينا، نريد للغدير أن يتحرك في ثقافتنا، نريد للغدير أن يتحرك في سلوكنا، نريد للغدير أن يتحرك في أخلاقنا، وبذلك نستشعر عظمة هذا اليوم، عظمة يوم الغدير. أيها الأحبة، ورد عن إمامنا الباقر
عليه أفضل الصلاة والسلام. قد يقول البعض أني أنتمي لمدرسة أهل البيت ولشيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. التفتوا إلى هذا المضمون وإلى هذا المعنى، ما يريده منا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، والذي جسده الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة، ووصفه الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو يقول: يا جابر، أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ هل نكتفي بأن الإنسان الذي ينتمي إلى مدرسة أهل البيت أن يقول بحبنا وكفى؟ فالإمام هنا يقسم: فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاع. إذا وجدت تقوى، وإذا وجدت في نفسك طاعة لله سبحانه وتعالى، فأنت تقترب من خط أهل البيت. وعندما تجد في نفسك ابتعادا وتمردا، فذلك ليس من خط أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ويقول كذلك: وما كانوا يعرفون. الآن نجد أن الإمام كيف يبين صفات الشيعة الذين ينتمون لمدرسة أهل البيت ويتصلون بخط أهل البيت ويحملون روح أهل البيت ويحملون ثقافة ووعي وفكر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وما كانوا يعرفون يا جابر إلا بالتواضع والتخشع. التفتوا أيها الأحبة لهذه الصفات لمن ينتمي لهذه المدرسة. وما كانوا يعرفون يا جابر إلا بالتواضع والتخشع والأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبر بالوالدين. هذه صفاتهم، هذه سماتهم، من يتصلون ويرتبطون بخط علي بن أبي طالب وبخط أهل البيت يتصفون بهذه الصفات ويحملون هذا الوعي وهذا الفكر وهذا النهج وهذا السلوك وهذه الأخلاق المنبثقة من تعاليم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن أيها الأحبة، علينا أن نحرك الغدير في نفوسنا أولا، في أسرنا، في مجتمعنا، حتى نرتبط بخط أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وما هذا الإعلان في يوم الغدير عن القيادة الربانية، القيادة الشرعية، ما هو إلا تأصيل لهذا النهج ولهذا الخط العميق المرتبط بالله سبحانه وتعالى. هكذا تتحرك الغدير، وليس كما أرادوا له أن يأتي بعض الكتاب والذين لا يحملون وعيا عندما يقف عند هذا الحديث وعند هذه الخطبة: ألا ومن كنت مولاه فهذا علي مولاه، يقول بأن النبي كان يريد أن يقول أن عليا سيدكم وأن عليا خادمكم. هذا تسخيف بوعينا. الرسول أراد أن يعلم الأمة بمقام علي،
وبمكانته من الله سبحانه وتعالى، لذلك اختار هذا اليوم واختار هذا الموقع ليعلم الأمة الإسلامية والمسلمين جمعا بمكانة علي عند الله. فهكذا تتحرك الغدير، وهكذا يتحرك وعي الغدير. أيها الأحبة، أبناءنا، شبابنا، علينا أن نرتبط بالغدير في كل أبعاده الفكرية والروحية والأخلاقية، حتى نرتبط بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذلك من هذه المناسبة ندعو الإخوة أن يعيدوا صياغة التعاطي مع هذه المناسبات، بأن لا تكون مناسبات باهتة لا تغير في واقعنا، لا تغير في نفوسنا شيء، وإنما علينا أن نرتقي بمستوى هذه المناسبات لكي ترتقي بنا بفكرنا وبوعينا وبأخلاقنا. ما أحوجنا اليوم، ما أحوجنا أيها الأحبة اليوم أن نقترب من فكر علي بن أبي طالب، من سلوك علي بن أبي طالب، من أخلاق علي بن أبي طالب، في زمن الابتزاز وفي زمن الضياع وفي زمن التغريب لوعينا ولثقافتنا ولسلوكنا. فعلينا بالعودة لعلي، لأننا إذا عدنا سنعود للقرآن وسنعود للنبي الأكرم. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.